waxa maanta magaalada Balli Gubadle ee xarunta gobolka hawsi rasmi ah uga furmay shirka xog ururinta geedi socodka diyaarinta siyaasada nabada qaranka waxana kulankaasi soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxana kulankaasi xog ururinta geedi socodka diyaarinta siyaasada nabada qaranka ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Hawd masuuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balli Gubadle إذا مدى كلا دوان إيه نباد قليادة قبل كهود قار كاميدا إسكو دوياشا كهول غلا وساردها إيه لامها كلا دوان إيه دولادة مدح داغميد كار دالن يرادة حوينكا إيه قيبها كلا دوان إيه بلشادة قبل كهود وحانا وغرين كولان كاسي حق أرورين تا كيد سعود كا ديارين تا سياسة دا نباد غران كفافاين كبيحيي أغا سيمها واحدة اسمها نباد مدح دغميت کا ايا سياسة دا وسارد ارمها قدها چمبوريه دا سوماري لان مصطفى اسماعيل عبدي وغهرين الهي با محلي وحينو مانتا قبل كا حود كده فرينا كيدي سعود كا ديارين تا سياسة دا نبادا قران قبل كا حود وا قبل كي افراد اعانو كفرنو سيدانا وانو سعون دانا قبل دور دوان مرينا ان شاء الله وحا قبل كا حود تاريخ فرابدن بو كليهي دلكن جمهوريه سومااليلاند اما واهلكي سومااليلاند كسو اساسنتي بلشدا كنولنا وا بلشد شرفن او ماغعي ماموس بقرنكا كوله ان كيدي سوتكا سياسه نبادو ماها مقناشيها قولادا واسنانت بلشدا عدالته غوبلدا جمهوريه سومااليلاند واد اوغتينو غوبول ولبا ميل بين نبادو تاغنتي وحيابها خلاف كيانانا ويكو كالدويهين قبالادا قبال كحاود وحاو كتير سيه قبالادا اوغو نبادودو اوغو وناكسن تهي ماركا اللو عيقو قبالادا شمريد سومالا وحانا كياناي إلاحي بلشيدا قبال كاكون نولنا وبلشي اسكو دوبان او نبادا شعال إلاحي بان محالي ماركا عاين كاات هاي حق أرورين بينو هالكن السجنين. حق أرورين تاسبوح حتى سابسنا عن دونتها. وحيابها وجو بدن خلاف كهنا. قبل كحوج. ويا هرنو شجنا قبل دوتي ويكو كل دوي خلافات. وحيابها كهنا. قبلنا قبل لمد ماها وحيابها كسمين هي وشرته. لكن سو وحيابها بدن ويكو كل دوي يبشرته. مركز سيدات هاي. وحينو حق أرورين كسامين دونا وحيابها أقو فراب بضان إيه كينا خلافاتك أما ديباتوينك سيدين أقنا هاي قبل كهود حدود نوكوية له أو لابا وطن أيا إسكي قد بح سيداس أوغيد مالماها صوص عدا وانو دولة شوغنا هدي لهاي لحظو سياسة النبات قرنكو وين برشدو سيا نبات كواد نوراتو استحقل كبرشدة إن عدالة الله حلو إن كارلو قادو حرمان تبرشدة إن نجا قار قابن شوغنا هدي لهاي رهدا قدقلنا دورنا ما تبرم مشدة إن يا معلم حساس صعدبا وحن آدي آدم ما حد نقيا لما أنك سوق يبليا شكل دوين وحن كبرني إن سيدا أقو ونعكسن أيوكا قيب قاتان حق رورتا هدي لهاي لحظه وهي وزارة أرمها جدوه قرن كي يدا وجو مسؤولة نبت قلي له وحاي يجون هالك عسك هاللي مسؤولين أي كم بدهاين ما يركد مدى باللي قبل لي محمد عبد محمد شينة إيه برس أبك قبل كهود إلى يحسين أذن ما أنت كل كير نروح دارين يهي وحويا سياسة نبت قلي له نوحي نوبا هانا هاي نبتجلي هاداني شرين نولي شرين ميسو نبتجلي هاداني شرين دورشة شرين ميسو نبتجلي هاداني شرين جناس شرين مايو نبتجلي هاداني شرين حسنون شرين ميسو انتو وحي اوبا هانا هاي مادامو يمانكي يو يا امني جينا امني جو هرايو اني نحوشينو وحيا اوبا ضمبوكي مادا خلافكو امني جو ما هاقر الاسكو قاطعون لكن خلافكو اما ان امني درادو وحيا اوبا ضمبوكي مادان
waxaan u baahanahay kulli qodobada dulucada hoos biir si goli doonaaye waxyaabo in aan ku xalinaa waxyaabo dowladnimo aan ku xalinaa waxyaabo waxaan ku xalinaa een walaaltinimo aan ku xalinaa waxaan u baahanahay inuu xoojino amnigana inuu ilaashano een maadaama degmadu ku taalo magaalada xuduudada ay tahay ama aynu xadkii Itoobiya kan ka wadaagno inuu ilaashano qof kastaaba goobtiisa iyo halku joogaba cidii dheeraadka ah ee soo gasho deegaanka aynu garan weyno aynu ka shakino inaan soo sheegno saynu wax uga qabanay insha Allah bismillaah kariim maanta waxaanu daa furaynaa een geedi socodka diyaar garowga siyaasada qaranka oo xaruntii buluugbadle gobolka uu ku daa furayno waxaanu mahad celinayaa Alla ka soo koob agaasimayaasha maanta halka martida inoogu ah ee hawshan geedi socodka nabadgelyada gobollo badan ka soo qabtay maantana caasimadda gobolka Hawdi Buluugbadle hawshan inooga furay agaasimayaalad iyo dad maadsan tihiin een hadaan yar belief kareeyo siyaasadan ama een wuxuu ku saabsan yahay tababarkani sidoo agaasimo way noo soo sheegay oo boorka dambuu ku qoran yahay waxaan yeelaynaa inaan u diyaar garowno nabadgelyada in la ilaaliyo dhamaan nabadgelyada inaga ku nool nabadgelyada hadii la wada ilaaliyo in garabyada ka istaagnana Alla ka soo koob wax walbadan bay noo hagaagaya ee alxamdulillaah gobolka Hawd iyo degmooyinkiisuba waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa mar walba nabadgelyo nabadgelyadii ku suntay yihiin wixii yaraa khilaafaad ay yimaadana anagoon baa iska xalisana waxna dhaafo ma laha een taasna shacabka gobolka Hawd haween cuqaal iyo bulshada qaybeeda kala duwan baa hawshaana hormood u ah waan uga mahadcelinaynaa Maxamed Jiciir Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.